لكم مشاهدي الكرام، خذ في خبر عاجل، إسبانيا تتخذ قرار حاسم فيما يخص المغرب ووحدته الترابية. هذا القرار اللي خلى عدد كبير ديال الدول متفاجئة ومصدومة من هذا القرار اللي اتخذته إسبانيا. وهذا القرار هو نفسه اللي غادي يخلي المغرب وإسبانيا كبلد واحد، والعلاقة ديالهم غادي تولي وطيدة أكثر فأكثر. هذا الأمر هذا اللي خلى دول أخرى أنها حتى هي باغا دير بحال إسبانيا. إسبانيا الآن نموذج. فكذلك الخوت غادي نتكلموا على الخبر الثاني، غادي نوريكم شنو القرار اللي هو مهم الخوت. اما الخبر الثاني هو وزير الخارجيه الاسباني خوسي لويس الباريس خرج اليوم يوضح المشكل ديال الحدود مع المملكه المغربيه وامتى غادي تحل وشنو هي الاسباب ديالو، علاش متاخر الى يومنا هذا مازال ما تحلش الحدود يعني البريه ما بين سبته والمغرب وما بين مليليه كذلك المغرب. غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل، كاين معلومات مهمه. ما تبخلوش الاخوان باللايكات ديالكم والبارطاج، حنا كنديروا مجهود، فاللايك ديالكم فقط لتشجيع المحتوى ديالنا على الانتشار. اذا الخوت نبداو على بركه الله، الا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنديروا فما تبخلوش باللايكات، اللي ما اشتركش اشترك. بداو الخوت على بركه الله بالخبر الاول. فعلا ولله الحمد، نهار على نهار إسبانيا تتخذ قرارات كتأكد فيها المغرب على أنها بلد صديق وبأنها باغا يعني العلاقة ديالها مع المغرب تبقى مستقرة وإلى الأفضل، فيما فيه الصالح إلى الدولتين المملكتين والصالح إلى الجالية المغربية وكذلك الجالية الإسبانية كاينة في المغرب. غادي نوضح لكم الخوت كل شيء بالتفاصيل. كما نشوفوا الخوت، الخبر هو هذا: مدريد تحتضن رسميا منتدى إسباني مغربي للاستثمار بالصحراء المغربية. أكبر منتدى اقتصادي غادي يدار في مدريد ديال الشركات الكبرى لإسبانيا وديال المسؤولين المغاربة، باش أن إسبانيا بغا تهبط فلوس صحيحة واستثمارات كثيرة في الصحراء المغربية. صافي، هما الآن بالنسبة إسبانيا وعات بأن ملف ديال الصحراء تسد، وبان صافي الا باغين حنا باغين الصلاح لاسبانيا والصلاح للاقتصاد الاسباني والصلاح ديالنا العلاقه ديالنا مع المغرب هي اننا خصنا نهبطوا نستثمروا ونحطوا الفلوس، لان الصحراء المغربيه غادي تولي منطقه سياحيه غادي تجذب العالم الان. لذلك جميع الدول الاوروبيه الان يتسابقون باش انهم يعني يديروا استثمارات تما. نشوفوا الخوت، هذا خبر فاجئ بزاف، فاجئ العالم. اما الجنرال راه مصدومين وعندهم العزاء ملي سمعوا هذا القرار. هذا الخوت: من المقرر ان تحتضن العاصمه الاسبانيه مدريد المنتدى المغربي الاسباني للاستثمار يوم 16 ابريل الجاري، وذلك من اجل بحث سبل وفرص الاستثمار في الصحراء المغربيه وتجديد وتحديدا بجهه الداخله والذهب. عجبه عندك المنطقه، اكبر الفنادق واكبر يعني الريستورانتيس والمنتجعات السياحيه هنا في اسبانيا الخفيس ديالها صحاب الشكاره ديالها باغيين يهبطوا يديروا في حال داكشي اللي دايرين في اسبانيا، يديروا في الصحراء المغربيه باش يجذبوا السياح وحتى هما غادي يربحوا، لان عرفوا بان الصحراء المغربيه من هنا لقدام غادي تولي منطقه سياحيه. وفي كاس العالم جميع السياح غادي يبغيو يهبطوا، اللي غادي يبغي يركب على اللي يبغي يمشي يدير ركوب الامواج، اللي يبغي يمشي الصحراء المغربيه، اللي غادي الناس كامله غادي تهبط للصحراء. لذلك اسبانيا ذكيه، اسبانيا عرفت من دارت يديها. هادشي كامل الخوت غادي يرجع بالفوائد علينا، على البلدين بجوج وحتى على الجاليه المغربيه. وانا جايكم. وحسب وسائل اعلام اسبانيا، فمنتدى الاعمال الاسباني المغربي ستنظمه غرفه التجاره مدريد بالتعاون مع سفاره المغرب في اسبانيا، كما سيركز المنتدى الاسباني المغربي على ابرز مؤهلات منطقه الداخله والذهب الواقعه اقصى جنوب المملكه. ها اقصى فين قالوا؟ ما قالوش اقصى جنوب كما كيقولوا الاخرين الصحراء، ما عرفتش شنو اقصى جنوب المملكه، لان هذا اقليم ديال المملكه المغربيه. شو التصريحات الان ديال رجال الاعمال صحاب الشكاره، الحكومه الاسبانيه كلشي، والسفاره ديال المملكه المغربيه والسيده السفيره كريمه بن عيش اللي كانت ديروا واحد الدور جبار باش انها توحد ما بين يعني البلدين فيما يخص يعني وحدتنا الترابيه. وتناول صحف اسبانيا مؤهلات المغرب وذكرت انه بلد فتي يتمتع بجاذبيه عاليه للاستثمار وتبادل العلاقات التجاريه، وله دور استراتيجي كبوابة إلى أفريقيا ومركز لوجستي ومالي للسوق جنوب الصحراء الكبرى. الصحف الإسبانية الآن رجال الأعمال كما كنقولوا ريوغم كيسيلوا على أنهم باغيين يهبطوا للصحراء باش يستثمروا فيها. علاش؟ قالك لأنها أحسن منطقة
وعندها مستقبل كبير من هنا لقدام. المغرب راه كيجبد فيها الغاز، الشركات انجلترا باغا تستثمر، الان فرنسا وزير التجاره وزير الخارجيه قال لك باغي يمكن نوجدوا ميزانيه ضخمه غادي نحطوها في الصحراء المغربيه وغادي نستثمروا. ملي شافوا اسبانيا يعني غادا في هذا المجال، جميع الدول الان بداو كيتشجعوا كيتسابقوا باش انهم يعني يستثمروا في وحدتنا الترابيه في الصحراء المغربيه. وسلطت الصحف الاسبانيه الضوء، جميع الان الصحف كتكلم على الورش الملكي الضخم، ميناء الداخل الاطلسي، قال لك عندهم ميناء كبير في الداخله، مؤكده في الان ذاته بان ورش عملاق سيعزز مختلف القطاعات الانتاجيه وسيساهم في تقويه البنيه التحتيه اللوجستيكيه في مجال النقل البحري. كتعرفوا اسبانيا راه كتاخذ السمك كثير من الصحراء المغربيه، والمغرب داير معاه اتفاقيات قبل مع الاتحاد الاوروبي، والان اسبانيا كتقنع في المغرب كتقول له لا الاتحاد الاوروبي بغى يدير معك اتفاقيه انا سيدي نديرها معاك، لان اسبانيا مستافده منا في بزاف ديال المجالات. اسبانيا عارفه قيمه المغرب، الحكومه الاسبانيه عرفت قيمه المغرب، عرفته امتى؟ بحال حنا كنقولوا عندنا واحد المثل كيقول لك ما تعرف حق الصحه حتى تمرض. اسبانيا الحكومه الاسبانيه انت عرفت من حق المغرب ومن قيمه المغرب، هي ملي تقطعت العلاقه ديالنا، ملي تقطعت العلاقه المغرب الاسبانيه بسبب بن بطوش، انا ذاك الحكومه الاسبانيه عرفت الدور ديال المغرب وعرفت القيمه ديال المغرب، فبالتالي الان ملي رجعوا تصالحوا صافي تبداتوا عن مقات المغرب، قالت ليه انت هو خويا وحبيبي وصديقي وجاري وكل شيء. لذلك الان اسبانيا واعيه ومريقله وكتسابق دابا باش انها تاخذ جميع الصفقات، لان عرفت بان عندها مستقبل كبير مع المغرب. وكانت مدينه الداخله قد نجحت في احتضان منتدى اسباني مغربي مماثل يونيو سنه 2022، فعلا كان قبل دار واحد المنتدى اقتصادي اللي كان من هذا المنبر، هذا كان الاخ يوسف تيمسماماني هو اللي كان دار ليه التقديم يعني، وفي منطقه الداخله كان وجه ليه التحيه من هذا المنبر، والوالده ديالو راه توفات، كنعاود نقدم ليه التعازي ديالنا الحاره الله يرحمها والله يصبركم خويا يوسف، هو تبارك الله راه كيشرفنا ذاك السيد. وياتي هذا المنتدى الاسباني المنظم الان اللي غادي يدار في مدريد في وقت اعلنت فيه باريس عن عزمها للاستثمار بالاقاليم الجنوبيه للمملكه. باريس دابا كتسابق حتى هي باغا تهبط فلوس صحيحه وتستثمر في الصحراء المغربيه، الحمد لله هذه القرار اليوم اسبانيا راه اللي كتزعم في هذا. علاش؟ لان فرنسا قالت انا دابا غادي نبقى مخاصمه مع المغرب، اسبانيا تصالحت معاه، اسبانيا اعترفت بالوحده الترابيه، اسبانيا قالت لك تاخذ جميع المشاريع وانا غادي نبقى هنا مع هاد الجنرالات راه ما نستافد والو. فنهض فرنسا حتى هي الان حتى هي باغا تستثمر في الصحراء وحتى هي غادي تعترف بالوحده الترابيه. اذا كما قلت لكم قبل الخوت ملف ديال الصحراء المغربيه تطوى، والان فضل هذا التطور اللي كاين في العلاقه الاسبانيه، واسبانيا اليوم كتبين بانها دوله صديقه الى المغرب، وانها دوله يعتمد عليها في العلاقه الاستراتيجيه مع المملكه المغربيه، بينات بانها عندها صداقه حقيقيه الان مع المغرب. بالتالي المغرب حتى هو يعني غادي يفتح ليها جميع المجالات، وغادي يخلي الشركات الاسبانيه ان شاء الله هما اللي غادي ياخذوا اكبر حصه من الصفقات الكبرى اللي الان المملكه المغربيه كديرها، لان اسبانيا بينات على الصداقه ديالها فتستاهل. اما اللي كيضربونا في وحدتنا الترابيه وكذا، جلاله الملك راه كان واضح قال لهم ارى بنظاظر ديال الصحراء المغربيه، بعيون الصحراء المغربيه اللي كنشوفوا مع وحدتنا الترابيه راه صديقنا وحبيبنا، اللي كنشوفوا بانه عدو وحدتنا الترابيه راه ما عنده معنا شغل. صافي جلاله الملك وضح عليهم جاي من الاخر. فكلشي الان فهم الرساله ديال جلاله الملك والتوجه الان ديال المملكه المغربيه. مع وحدتنا الترابيه مرحبا بك، ضد وحدتنا الترابيه ما كتعرفنا ما كنعرفوك. الملك كان واضح. خندوزو الخبر الثاني اللي هو وزير خارجية الباريس خرج اليوم كيوضح للراي العام الاسباني موضوع اللي مازال حقيقه فيه واحد شويه ديال الاشكال، اللي هو موضوع ديال الحدود البريه او الحدود الجمركيه ما بين سبته والمغرب، ما بين مليليا والمغرب. حسب يعني وزير خارجية الباريس، لان الاحزاب المعارضه هنا في اسبانيا دائما كتهجم على الباريس وعلى الحكومه الاسبانيه وبيدرو سانشيز، كتقول ليه انتم دعمتوا المغرب في حدود الترابيه والمغرب اتفق معكم باش يفتح معكم حدود جمركيه في سبته ومليليا، ولا حد الساعه ما فتحهاش معكم ما غاديش يفتحها معكم، المغرب غير كيتفلى عليكم الى اخره. اليوم وزير الخارجيه الباريس خرج كيرد عليهم وكيوضح، كيقول لهم خليكم داك المزيدات السياسيه وداك كتزيدوا فيه سياسيا باش انكم زعما تبينوا لنا رحنا قباح، حنا ما عندناش السياده وما عندناش حكومه وما عندناش كذا. لا،
شنو قال وزير الخارجية؟ قال لهم تأخر فتح الجمارك التجارية بسبتهم ليليا من طرف المغرب لا علاقة له بالأسباب السياسية أو القانونية. قال المغرب ماشي باغي ينقص من السياسيين، داكشي علاش باغي شي هذا اولا قانونيا كيقول لك لا حكا راه بلاتي قانونيا راه ما خصناش ندير هذه ولا ما نديرش هذه، حسب وزير الخارجيه الباريس الخوت. نفى وزير الخارجيه الاسباني خوسي مانويل الباريس ان تكون هناك اي اسباب سياسيه او قانونيه لها علاقه بالتاخر الحاصل حاليا في مساله فتح الجمارك التجاريه معبر سبتوم لينيا. ايوا علاش غادي نجيكم علاش، من طرف المملكه المغربيه مشيرا الى ان التاخر مرتبط باسباب تقنيه كما كان قال بوريطا. واليوم الباريس حتى هو كيدافع على المغرب وكيدافع على الحقيقه بان ماشي المغرب راه سياسيا باغيش يفتح كيبتزنا سياسيا ولا هذا ولا قانونيا ولا لا. حسب وزير الخارجيه الباريس قال لك راه المغرب باغي يفتح لان كاين مشاكل تقنيه، المغرب مازال كيعاني من بعض مشاكل تقنيه باش انه يطبق معنا التعهد هذا اللي كنا درناه في الاجتماع رفيع المستوى. حتى وزير الخارجيه ناصر بوريطة حتى هو كان قالها قبل، قال لهم راه مازال احنا معطلين فتح الحدود، راه مازال فقط اننا عندنا مشاكل تقنيه في الميدان في التطبيق في ارض الواقع، عندنا مشاكل تقنيه باش اننا نطبقوا فعلا هذا الجمارك الحدوديه. وهذا الشيء اللي اكد. واضاف الباريس خلال مشاركته في برنامج بان هناك جهود متواصله بين المغرب واسبانيا من اجل فتح الجمارك التجاريه بكل من سبتهم ليليا بشكل حاسم ونهائي وبطريقه لا تقع بعدها اي مشاكل اخرى. هذا هو اللي كاين الخوت، يعني باغيين هما كما نقولوا يصيبوا كل شيء مقاد باش ملي تفتح الحدود مره اخرى الحدود يعني التجاريه ما يوقعش شي مشكل وحكاع ثاني السد وتسنى واحد الشهر سد. لا المغرب باغيتي يقاد الامور ديالو التقنيه، اسبانيا كتقول لك هي مقاده الامور التقنيه ولكن كتفهم بان المغرب عنده مشاكله الخاصه التقنيه، كيقولوا بان حتى يساليو كل شيء عاد انا داك غادي تفتح الحدود يعني التجاريه. نتمنى الخوت نكون وضحت لكم هذا الامر، هذا ما تخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج، ما خليونا الاراء ديالكم راه كنشوفها كامله. البارتاج اللي مازال ما مشتركش اشترك، فعلوا الخوت ديال الجرس باش يوصلكم دائما الفيديوهات اللي كنديروا. الى ذلك الحين استودعكم الله، الى اللقاء.